مسلسل الحرائق للأراضي الزراعية في العراق يعود ليتصدر المشهد من جديد هذه الأيام، وهذه المرة في ديالى، حيث شهدت بهرز ومناطق أخرى في المحافظة سلسلة حرائق كبيرة التهمت أراضي زراعية واسعة، ما أثار موجة استياء شعبي بسبب عدم تحديد الحكومة للجهات المسؤولة عن الحرائق، وسط حديث للسكان عن أنها تمت بفعل فاعل وبطريقة منسقة. جهة البستان مطوقة بالنار، حتى النخل العالي احترق، لأنه من يصير هاي خاصة القصب يطفر. احنا نجهل الجهة اللي حرقت البستان لكون الوضع الأمني في تلك الفترة غير مستتر، ولكنه احنا في مفهومنا حرق البستان هو عمل إرهابي. وبحسب المسؤولين في ديالى فإن حرائق البساتين زادت بنسبة 20% في شهر شباط قياساً بالأشهر الماضية، مؤكدين أن هذه الحرائق تثير علامة استفهام. الحرائق اللي حدثت خلال هذا الشهر الماضي، هناك فرق مختصة في هذا المجال من الدفاع المدني خرجت وأطفأت هذه الحرائق وسيطرت عليها، لكن تثير علامة استفهام. هناك تحقيق ولجان تحقيقية سارية المفعول لمعرفة إذا كانت بفعل فاعل أو حرائق عرضية. حرائق البساتين في بهرز ومناطق أخرى تسببت بأضرار مادية بوصفها مصدر رزق لكثير من السكان، فضلا عن أنها طالت بساتين عمرها يمتد لعقود، وسط تأكيد المراقبين أن الحكومة اعتادت في لجانها التحقيقية نسب الحرائق دائما إلى مجهول.